أهلا بيكم يا أصحابي في رحلتنا السعيدة وحكاية من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهاردة عبارة عن رسالة، رسالة يعني جواب، جواب لعمر. قصتنا اسمها رسالة لصديقي عمر. يا ترى مين اللي بعت لعمر الجواب؟ اللي بعت لعمر الجواب بيقول له: سامحني يا عمر، أوعدك مش هغلط الغلطة دي تاني أبداً أبداً، هفضل على طول معاك، هتعلم وهرسم وهعمل كل حاجة أنت بتحبها، وعمري ما هسيبك، لاني عرفت حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا عرفت ان انا دوري معاك، وكل ما انت انا بقعد معاك وقت اطول بتعلم حاجات اكتر، وانت كمان بتتعلم حاجات اكتر. بيبدا صاحب الجواب يقول له: عمر، فاكر يا عمر، فاكر قبل دخول المدارس عملت ايه؟ انت رحت المكتبه مع بابا وماما وقعدت تتفرج على حاجات كتير، اقلام كتير، واخترتني أنا من وسط كل الأقلام اللي موجودة في المكتبة. أنا كنت فرحان ومبسوط وقلت: يا سلام، يعني أكيد عمر شاف إن أنا شكلي حلو وألواني حلوة، وكمان لما يجرب يكتب بيا هلاقي خطي جميل جداً. رحت معاك البيت، ويومها أنت اشتريت حاجات تانية كمان، مش أنا بس، اشتريت مقلمة واشتريت أستيكة واشتريت براية، حطيتني في المقلمة مع الأستيكة ومع البراية، وبدأت تروح المدرسة. أول حصة قعدت تكتب تكتب تكتب، وفجأة حسيت إن خط القلم، خط يعني أنا، ما بقاش حلو قوي. عملت إيه لما نحس إن القلم كده خطه بقى تخين كده؟ بنعمل إيه؟ نبري. مسكت البراية وقعدت تبري 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 تبري، ياه بتوجع قوي قوي قوي. طيب خلاص، كتبت ورسمت، وبعدين لقيت انك ايه؟ لا، انا عايز الخط ده يكون احسن شويه بتاع المساله بتاعه الهندسه. مسكت ايه بقى؟ الاستيكه، وبدات تمسح كل اللي انا عملته. يعني انا يا عمر تفضل ماسكني وتكتب وترسم، وبعدين كل اللي انا عملته في ثانيه تمسحه؟ ايه حكايه الست استيكه دي؟ كل ما اكتب حاجه تمسحها، ولا البرايه؟ مش نافع الكلام ده، نافع الكلام ده؟ لا. ينفع الكلام ده؟ لا. القلم كان زعلان. وبعدين مر شهر، مر شهرين، وفجأة القلم لاحظ حاجة غريبة جدا. الله، أنا كل ما بيمر الوقت عمر بيطول وأنا بقصر. إزاي كده يعني؟ يعني عمر يكبر وأنا أصغر؟ لا 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 لا، الكلام ده ينفع؟ لا. ينفع الكلام ده؟ لا. أنا لازم أشوف حل، الحكاية مش ممكن تستمر كده، يعني كل شوية أنا هقصر أقصر أقصر وعمر يطول يطول يطول. طب القلم بيقصر ليه؟ عشان إيه؟ عشان بيبري كل شوية. عشان بيبري كل شوية. يبقى مين السبب؟ البراية. ولما بيكتب وبيتعب وبيلاقي فجأة كل اللي عمله راح، مين السبب؟ الأستيكة. دول أعدائي اللي لازم أتخلص منهم، البراية والأستيكة. طيب أنا لازم أشوف حل. الكلام ده مين اللي قاله؟ القلم. طب هو كده صح؟ لا. هو حد يقدر يعمل كل حاجة لوحده؟ لا. مش لازم يبقى فيه حوالينا ناس ممكن تساعدنا وتخلي شغلنا يبقى أحلى؟ لكن القلم الحقيقة ما كانش بيفكر كده. ليلة امتحان الهندسة، وإحنا عارفين الهندسة بنرسم فيها أشكال بالقلم رصاص. خلوا بالكم عمر شاطر، يعني دايماً يحب إن كراسته تبقى نظيفة والخط فيها يبقى حلو ويسطر حلو. مين فيكم بقى كراسته نظيفة؟ أنا. وبيهتم دايماً كراسته تبقى منظمة؟ أنا. كراستنا عنوان لينا، لما الكراسه تبقى حلوه ومنظمه ده معناته ان احنا منظمين منظمين وحلوين وبنهتم بنظافتنا وكراستنا. عمر قعد يذاكر، وبعد ما ذاكر قال: خلاص دلوقتي وقت النوم عشان اقوم الصبح كده نشيط واروح الامتحان وذهني صافي. مهم قوي ان احنا ليله الامتحان، مش بس ليله الامتحان، ان احنا كل يوم ننام بدري. لما بننام بدري بنصحى بدري، بنصحى فايقين وعندنا نشاط. لكن عمر نام والقلم بدأ يفكر في خطته. ايه بقى خطته؟ اتخلص من خلص منها، حط راسه في البرايه
وفضل يدخلها وفي الاخر عمل ايه؟ رماها ورماها رماها تحت المكتب. وفضل يزحزح في الاستيكه شويه شويه لحد ما وقعت تحت المكتب. عمر بسرعه وهو بيستعد انه يروح الامتحان حط المقلمه من غير ما يبص ايه اللي موجود فيها. على طول خد ادواته وراح بسرعه الامتحان. يا ترى هيعمل ايه يا عمر؟ هتعمل ايه في الامتحان يا عمر؟ بدا الامتحان وطلع عمر القلم الرصاص. الله فين؟ فين البرايه؟ الله فين الاستيكه؟ راحوا فين؟ عمر اتوتر وبقى مش عارف يعمل ايه. صاحبه اللي قاعد جنبه دايما بيبقى جايب معاه ادوات زياده. لما لقى عمر كده محتار ومش عارف يتصرف قال له اقدر اساعدك يا عمر؟ عمر قال له انا مش عارف، انا كنت حاطط كل الادوات مش لاقي غير القلم الرصاص. قال له ما تزعلش يا عمر، انا معايا استيكه زياده ومعايا كمان برايه زياده. مش ده تصرف حلو؟ اه. اللي بيعمل خير بيلاقي ايه؟ خير. بيلاقي خير. خلص عمر الامتحان الحمد لله وحل كل المسائل صح وروح البيت. اول ما روح البيت كان زعلان جدا من اللي حصل، مسك المقلمه وفتح درج المكتب وراح حاطط المقلمه فيه. مين بقى اللي كان جوه المقلمه؟ القلم الرصاص. الدرج كان ضلمه جدا عليه، خرج من المقلمه وهو خايف وفجاه لقى قدامه قلم رصاص صغير. بص له كده من فوق وقال له ايه ده؟ انت جاي هنا تعمل ايه؟ ايه القلم الصغير ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له انا جد جدك. انت ما تعرفش ان كل ما بنكبر بنقصر؟ انا اول قلم رصاص عمر اشتراه، ولاني كنت مخلص معاه فضل محتفظ بيه طول سنين المدرسه اللي جت بعد كده. بس تعالى هنا قول لي، انت لسه شكلك طويل يعني ممكن تشتغل كتير. ما صح. ايه اللي خلاك تخش الدرج؟ عمر متضايق. انت لازم زعلت عمر. القلم حكى حكايته للقلم الرصاص جده الصغنطوط اللي هو سنه بقى ايه عمره كبير. كبير. قال له قوي. انت غلطت غلط جامد جدا. انت لازم تعرف ان احلى حاجه ان احنا نحس ان احنا بنعمل حاجه مفيده. وهما بيتكلموا لا استيكه صغنطوطه بتقرب منهم. قال له ايه ده؟ قالت له انا اول استيكه اشتريها عمر مع القلم. قال له مالك صغيره كده؟ قالت له بس انا فرحانه، كل ما عمر كان يرسم رسمه عايزها تبقى احلى او يكتب كلمه عايز يصلحها كان بيخليني امسحها. حاجه حلوه قوي انك تكون سبب انك تصلح اخطاء اللي حواليك، غلطات اللي حواليك، انك تصلحها مش يفضلوا على طول مش عارفين ازاي يصلحوا الغلط بتاعهم. عشان كده عمر احتفظ بيا انا كمان مع القلم الرصاص اللي في يوم من الايام اشترانا سوا. سكت كده وقال للقلم الصغنن ده، قال له بس انت البريه ما كانتش بتوجعك؟ قال له كانت بتوجعني. وما كنتش بتتضايق لما الاستيكه اللي جنبك دي تمسح اللي بتكتبه؟ قال له لا، ازعل ليه من الاستيكه؟ عمري ما زعلت من الاستيكه ولا زعلت من البرايه، لان ده شغلها وده شغل الاستيكه، وانا شغلي اكتب وهم يصلحوا لو الكتابه ما كانتش مظبوطه. القلم الرصاص لقى ورقه صغيره في الدرج وبدا هو اللي يكتب بيقول له سامحني يا صديقي عمر وارجوك رجعني تاني اكتب معاك، رجعني تاني اروح معاك المدرسه، واوعدك ان انا عمري ما هزعل منك وعمري ما هزعل من البرايه ولا عمري ما هزعل من الاستيكه، لان كل واحد فيهم بيعمل الشغل اللي هو مفروض يعمله. عمر فعلا سامح القلم وطلع القلم من الدرج وحطه تاني فين؟ المقلمة. والمقلمة كانت فرحانة إن كل اللي كانوا موجودين فيها اجتمعوا تاني، القلم الرصاص والأستيكة والبراية. والقلم قال لجده القلم الصغنون اسمح لي كل فترة أدخل الدرج أسلم عليك، لأن أنت النهاردة علمتني حاجة جميلة جدا جدا جدا، علمتني إن أحلى حاجة في الدنيا إن الواحد يعمل شغله ويبقى سعيد ان هو بيفيد الاخرين، مش بس يفكر بس في نفسه، وعرفت كمان ان انا كل ما هكبر كل ما هصغر واقصر، بس عمر كل ما يكبر كل ما هيطول، وبكره تمر الايام واصغر واجي جنبك في الدرج يا جدو واحكي لك كل
كل اللي حصل وانا مع عمر في المدرسه. زي ما احنا في المدرسه كده كل شويه نكرف في القران. دي كانت قصتنا، رساله لصديقي عمر. ايه بقى حكايه القصه معانا بقى؟ ها؟ بتعلمنا ان احنا نسامح، نعمل حاجه غلط ونتعلم ونساعد بدراستنا ونخلي كرسيتنا نظيفه. حلو قوي قوي قوي، وانا عارفه ان انتوا كمان يا اصحابي اكيد بتعملوا كل الحاجات الصح، واكيد بتعملوا واجبكم وبتعملوا كل الحاجات المطلوبه منكم. لو لقيتوا حد محتاج مساعده انتوا كمان هتساعدوه، بعد ما عرفتوا ان الالم حس بغلطه لانه ما كانش عايز يساعد عمر، وبالعكس كان بيفكر بس في نفسه. ودايما اللي بيفكر بس في نفسه بنقول عليه كلمه مش حلوه، بنقول عليه اناني. ودايما زي ما بنحب الخير لينا نحب الخير للناس. اصدقائي اصحابي، دي كانت قصتنا، رساله لصديقي عمر. اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم في حكايه جديده من حكايات ماما سمحة.